مشاهدي قناة الحياة الجزائرية، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سكوير. هذا البرنامج اللي نقول أراءكم بكل حرية ومسؤولية. سؤال اليوم، وش رايكم في تأجيل الانتخابات الرئاسية 4 جويلية 2019 بدون إطالة؟ نتابعوا مع بعض. السلام عليكم. على كل حال هذا قرار سليم وقرار ناضج وعاقل من السلطات العليا. سيت اون ديسيزيون ساج، سيت اون ديسيزيون بيان ريفليشي، ويعني ان شاء الله بالقرار هذايا لا ديسيزيون هذه ان شاء الله تتحل يعني الامور، وكما يقولوا ترجع المياه الى مجاريها. المجلس الدستوري قام بشيء عظيم، هو قام ب كما يقولوا طالب الشعب الجزائري في كل جمعه من الحراك بعدم انشاء انتخابات. شغل راهو نفذ القرار هذايا وراه وقف مع الشعب. دوك حنايا صح ما راحش نبقاو هكذايا بلا انتخابات، لازم نروحوا الانتخابات. بصح وشنو كيتنحاو هذوك الاخرين؟ كي يروحوا هذوك حاجه سهله ماهله. يا محمد من 40 مليون يقول لك روح روح روح، واش مازال تتبع نتايا؟ واش مازال راك تتبع 40 مليون راه يقول لك روح روح نورمال وخرج نورمال، قال استقلت وخلاص. انا فرد في المجتمع ضد تأجيل الانتخابات، لأنه إلى متى نأجلوا الانتخابات؟ الانتخابات هي الحاجة الوحيدة اللي يعترف بها العالم. معليش نديروا انتخابات ويكون الانتخابات الرئيس اللي راح ننتخبوه يكون في مرحلة انتقالية، يرأس مرحلة انتقالية فقط، هذا اللي راح نأجلوا حنا. علاش ما نربحوش أنه يكون عندنا رئيس منتخب من طرف الشعب يرأس مرحلة انتقالية نؤسس بها إلى جمهورية جديدة؟ حاجة مليحة، حاجة مليحة، وإن شاء الله لو 5 جويلية ناخذوا حنا الاستقلال بور تو لي زالجيريان. هكذا وما فيش الانتخابات تاع 4 جويلية. يأجلوهم معليش، التأجيل بصح لازم يكون تأجيل فيه بديل. شغل نأجلوه علاش؟ تسمى لازم يكون بديل في أقرب وقت ممكن. قلت لك حاجة مليحة باسكو البلاد ماهيش مستعدة. لازم يكون هنا شغل ائتلاف نخبة وطنية يتشاركوا في الحوار بعد يخرجوا بكاش واحد رجل اجماع. دونك البلاد وفي ظرف شهر ما شكيتش انا يقدروا. دوك بقى لنا شهر على الانتخابات نورمالمون 32 جور امبوسيبل لو 4 جوي. حاجه مليحه بالك فيها خير ان شاء الله، بالك فيها خير ان شاء الله. والله راهي كامل مخلطه، جاب لي ربي انا فيها خير تاجيل باسكو ما راهو باين دوكا ما باين والو، ان شاء الله فيها خير. بسم الله الرحمن الرحيم. صحة صيام رمضان المسلمين والجزائريين. وانا بالنسبه لي تاجيل الانتخابات 4 جويلية مليحه وماشي مليح، مليح نربحوا شويه وقت. على كل حال يقول لك كل عطره فيها خير، احنا نتمنوا باللي هذه العطره فيها خير ان شاء الله، نتمنوا يكون مليحه للبلد ومليحه علينا كمجتمع جزائري. على كل حال انا بيرسونيلمون جو سوي بوغ، هكذا جو سوي بوغ باسكو ما عندكش كونديدا دو باغي دوطر، سواء من عند الحكومه سواء من عندنا حنايا من عند الشعب من عند الحراك ما عندناش كونديدا. و اون بليس الحراك ماهوش قادر ما عندوش ان كونديدا اللي يقدر يعني يقدمه للرئاسه. اعتقد ان هذا القرار كان لابد منه، اصلا الانتخابات لم تكن ستكون يوم 4 جويلية نظرا لعده عوامل، منها اولا عامل ضغط الشارع المستمر في كل مرة، وكذلك عامل عزوف المترشحين. كذلك نحن شاهدنا بأنه حتى أحزاب الموالاة يعني لم تكن مقتنعة بهذه الانتخابات، خاصة وأن الشارع كذلك كان يهدد بأنه سيخرج في مسيرات حاشدة يوم الانتخابات. لذلك أعتقد أنه هذا كان ضرورة أو حتمية، ولا يمكن إرجاع سبب تأجيل في اعتقادي إلى عدم توفر المترشحين أو عدم قبول الملفين اللذين كان مطروحين للدراسة على مجلس الدستوري على مستوى مكتب المجلس الدستوري، ولكن كان لسبب الحراك الشعبي. ولكن ما لاحظناه في البيان أن المجلس الدستوري المخول بالخروج بفتوى دستورية حول المستقبل السياسي في البلاد لم يعطي لنا حلول. تأجيل انتخابات 4 جويلية 2019 موش في صالح الشعب الجزائري وللدولة الجزائرية، لأنه هذه المرحلة مرحلة حاسمة ولابد من مرحلة انتقالية لخدمة هذه الدولة للالتحاق إلى المسار يعني إلى المساف الدول المتقدمة إن شاء الله. وهكذا يعني إذا كان تجاوزنا المرحلة هذه
وما قمناش بالانتخابات في 4 جويلية، معنى أنه الحراك الشعبي ما عنده حتى ما في، لأنه الشعب رافض هذه الانتخابات تاع 4 جويلية. تأجيل الانتخابات لأنه لعدم وجود مترشحين حقيقيين أو من الشخصيات الكبيرة في الوطن. تأجيل الانتخابات حتى تظهر تنضج لظهور شخصيات لها وزن كبير في الساحة الوطنية. عشية العيد هذا فرح كبير سيعم الجزائر وسنحتفل مرة أخرى من البدايات، يعني الأمور تتحقق ولله الحمد، يعني فيها خير إن شاء الله. يعني أنا وجدت ارتياح كبير في الشارع، هذا مكسب، هذا يعني نادينا كل جمعة نخرجوا لنا هذا المكان. رانا لحقنا الوقت اللي كنا نستناو فيه، بصح ما نقولوش استجابة لمطالب الشعب ومطالب الحراك، هذه ماشي استجابة، هذه يسموها حتمية، باسكو قال لك بلي جود زوج ملفات وما قبلوهم، زوج مترشحين وما قبلوهمش، تماك هادو ما كانوا ناويين يديروا 4 جويلية، وحنا الشعب كنا ناويين نديروا مانيفيستاسيون حراك، نديروا حراك 4 جويلية و5 جويلية بإذن الله. وح نديروه باذن الله ثاني راح نديروه، ما كاش كاين مشكل. والحاجه الثانيه اختي، نطلبوا يديروا لنا اموات 8 شهور 9 شهور عام. اذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه اراء المواطنين حول موضوع لينها اليوم. بقوا على خير. Purchase your tracks today.